يعني يمكن أكاد أقول بأن وزارة البيئة هي واحدة من الوزارات المظلومة. يعني هنالك الكثير من الجهود التي بذلت وتبذل حاليا من أجل النهوض بالواقع البيئي في العراق، وتعرف حضرتك بأن الوزارة هي وزارة رقابية تعمل على إجراءات للحد من الأنشطة الملوثة اللي للأسف هي أكثرها أو معظمها هي أنشطة حكومية، وبنفس الوقت هي تحاول جهدها إشاعة مفاهيم جديدة تتعلق بموضوع الطاقات المتجددة، التغيرات المناخية، ترشيد الطاقة وتحسين كفاءتها، ترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها. إذن وزارة البيئة هي ليست وزارة تنفيذية، لكنها وزارة رقابية تراقب الأنشطة الملوثة أيا كانت حكومية أو قطاع خاص، وللأسف تكاد تكون الأنشطة الحكومية هي الأكثر. نحن لا نلوم الأنشطة الحكومية، هذا خليها تحت أربع خطوط، لكن حقيقة هذا اللي أنا حكيت عنه هو تقادم البنى التحتية على مدى هذه العقود كبيرة، الحصار، انقطاعنا عن العالم بالتأكيد جعل التقنيات المستخدمة سواء كانت صناعية أو في قطاع الطاقة هي تقنيات قديمة أو كثيفة الكربون. جيد، أنت ذكرت أن المؤسسات الحكومية هي الأكثر ضررا على البيئة في العراق، ودور الوزارة هو دور رقابي. كيف تتعاملون مع هذه المعادلة في الوقت الذي من المفترض أن تتعاون فيه هذه المؤسسات الحكومية مع وزارة البيئة، تتحول هي إلى سبب رئيسي في موضوع التلوث البيئي؟ شوف، دعني أقدم لحضرتك إيجاز. أولا خليني أكون منصف، لم يحظى القطاع البيئي بدعم منذ تشكيل وزارة البيئة ودمجها وإعادة فصلها مثل ما نحظى فيه في هذه الحكومة. لست يمكن حضرتك أو بعض الآخرين راح يقولون بأن دكتور جاسم موظف وداري خبزته، يمكن أنت حضراتكم تعرفوني بأنه أنا واضح جدا. أولا لأول مرة ورد في البرنامج الحكومي محور البيئة والتغير المناخي والطاقة، وهذا موضوع مهم جدا. لأول مرة يلقى موضوع البيئة والتغيرات المناخية والطاقات المتجددة هذا الاهتمام، بل لأول مرة وضع في الموازنة العامة للدولة لمحور البيئة والتغيرات المناخية والطاقات المتجددة موازنة هي الأكبر بتاريخ العراق، وهذا يعتبر نقطة مهمة جدا في فهم أهمية القطاع البيئي.